السلام عليكم عزيز طالب، تدرس اللغة الإنجليزية السادسة إعدادي. بعدني وياك بشرح الفيربس، وشرحت لك بالفيديو اللي قبله الإز والآر والآم والوز والوير، وقلت لك نيجي وراهم فعل بي آي إن جي. خلينا هسه نكمل الأوكزيلاري. ودرسنا هذا اليوم هو داز دو ديد، داز دو ديد. طبعا هذا من وين يجن؟ داز ودو ديد يجن بالسمبل اللي هو البريزنت. الداز والدو يجن بالبريزنت سمبل المضارع البسيط. زين هذني يجن بالروتين، يعني بريزنت سمبل اللي هو الروتيني، يعني عملك الروتيني يعني شلون تعمل بيها. فيجن الداز والدو بس يجن بس بالنفي والسؤال، يعني الجمله بالبريزنت سمبل ما تحتوي على داز ودو، ما تحت يعني تحتوي بس على الفعل الرئيسي. مثلا اذا اريد اقول هو يلعب هي بلايز فوتبول، بس الفعل الرئيسي، ونخلي له اسم الشخص الثالث اذا كان مفرد، والفعل يكون مجرد اذا كان جمع. لكن بالنفي والسؤال البريزنت سمبل نستخدم الداز والدو. طبعا داز نوت ودو نوت، وبالسؤال نقدم الداز والدو قبل الجمله. زين الداز لمن تجي؟ الداز تجيك للمفرد، يعني اذا شوف هي شي از، ومو دائما الضمائر البروناون، يمكن الناون يعني علي، نور، مثل او تشيلدرن. فهنا بالجمع الدو، وبالمفرد الداز، الجمع ذي وي يو واي ايضا دو، وهنا هي شي اي تجي وي الداز. قلت لك بس بالنفي نيجاتيف وبس بالكويشن اللي هو السؤال، لان الجمله اذا كانت مثبته بالبريزنت سمبل تحتوي على الفعل الرئيسي فقط. بالمفرد اس الشخص الثالث، وبالجمع لا يبقى ثابت وخالي من اي اضافه. تبقى الديد، الديد الباست سمبل، يعني الماضي البسيط. احنا شرحنا الباست كونتينوس الواز والوير، لكن اذا كان الباست سمبل استخدم وياه ديد، وهم مش وقت بس بالنفي وبالسؤال. ليش؟ لانه الجمله المثبته تحتوي بس على الفعل الرئيسي، وتضيف لها اما ايدي او شار. مثل اذا اريد اقول بلاي اقول شي او هي بلايد، احط لها ايدي، لكن ماكو ديد. لكن يقول لك انفي الجمله، خلي لها ايدي، والعفو خلي لها ديد، ديد نوت، واخر الايدي من الفعل الرئيسي. او بالسؤال قدم الديد قبل الجمله، واخر الايدي، لان الايدي موجوده بكل الضمائر. الفعل هنا يصير بايدي، او هو يجي فعل شاذ. اذا هسه البريزنت سمبل او الباست سمبل يحتوي على الافعال المساعده اللي هي داز دو ديد. داز دو للبريزنت لكن هو بريزنت سمبل، الديد الديد للباست لكن الباست سمبل، مو الكونتينوس. الكونتينوس ما يحتوي على داز دو ديد نهائيا، الا اذا كانوا هم افعال، يعني افعال رئيسيه تستخدمهم، مثل تحط ما اي ان جي افعال رئيسيه. لكن كافعال مساعده البريزنت كونتينوس ما يحتوي على داز دو ديد، بس البريزنت سمبل والباست سمبل، وش وقت؟ اذا كان نفي او سؤال. اما اذا كان مثبت فالجمله هناك تحتوي بس على الفعل الرئيسي. وانا قلت لك اكو ظروف اللي هي ادفيربس، كل زمن له ظروف خاصه به. زين هنا تبقى عندنا الهاز والهاف والهاد، طبعا الهن شرح واحدهن وشرح خاص يختلف عن الشرح اللي فوقهم.